كل طبيب تخطفته يد الرجا، يا شافي الامراض من ارداك، كل صحيح يموت لا من علة منزى، يا صحيح بالمنية دهاك، كل العليل نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، بل سائل الاعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام، وقل يا اعمى من ذا يقود خطاك، بل سائل البصير وقد كان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي اهواك، بل سائل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك، واذا رأيت النخل مشكوك النوى فاسأله وقل يا نخل من شق نواك، واذا ترى الثعبان ينفس سمه فاسأله وقل يا ثعبان كيف تعيش او تحيا وهذا السم يملأ فاك. الله الله فوق الخلائق كلها، ان لم تكن تراه فهو يراك. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، عود طيب مبارك لآيات الله البينات، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عامر سامي حسني حفيد الراحل الكريم. قال: لا بد أن أكون مشاركا في عزاء جدي عليه رحمة الله. نسأل المولى عز وجل له التجلي والتوفيق، وأن حضراتكم حسن الاستماع. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا إن عذابها كان غراما إنها تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وعباد الرحمن وهو الذي جعل الليل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن يضاعف إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. وكان الله غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا انك انت الرحيم. هكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام عشنا في رحل هذه التلاوه القرانيه المباركه. فلا علينا فضيله القارئ الشيخ عامر سامي حسني حفيد الراحل الكريم. كانت مشاركة منه في ليلة العزاء. الأسرة الكريمة جميعا إلى أبو حطب تقدمون بخالص الشكر والتقدير لكل من أتى لأداء واجب العزاء. سيدي يا رسول الله، يا خير من دفن في القاع يعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. نظرت إلى قبر النبي فهالني جماله، بدا من بعده قبل قربه. فقلت اذا كان الجدار منورا فما بال جوف القبر وبال من فيه، وما بال طرق ونور محمد ونور رسول الله من نور ربه. صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في ليلة التكريم للراحل الكريم الحاج عبد العزيز أبو حطب، نتقدم باسم باشمهندس عادل عبد العزيز أبو حطب، الحاج هاني عبد العزيز أبو حطب وجميع الأسرة بخالص الشكر لكل من أتى لأداء واجب العزاء.